وانا اصلا يعني والدي توفى وانا عندي 3 شهور، حبيبي. وكان سيبنا 7 لوالدتي، وكانت بدون عمل، فكانت حياة صعبة. قابلت كتير متاعب فيها، وما كانش يعني برضو يعني في حد، في حنية، في حد يا حد يبقى بيرعى. سندك، يبقى ظهرك لوحدك كده. كانت صعبة. وبعدين انا اتجوزت زوجي اسمه محمد، اتجوزت اول ما اتجوزنا قبله مشاكل مادية جامدة، اضطرتنا ان احنا نسيب السكن بعد 3 شهور من الجواز، وركننا عفشنا ورجعنا بيت والدتي، وهو كان بيت صغير، فكانت حياة صعبة ان احنا نرجع على مكان صغير يعني نحملهم مسؤوليتنا تاني، فكانت طبعا حياة برضو صعبة. قعدنا حوالي برضو 2 سنين في المكان، قدمنا في مساكن اقتصادية وعملوا البحوث، وعبال ما خدنا ابتدت أعراض المرض تظهر عليه، ابتدى يتعب، سرطان ابتدى يتعب. يا حبيبي. واحنا هو الاول شاب صغير. ما كناش عارفين الاول ايه ده. طبعا مرينا بمرحله برضو جامده متعبه على الدكاتره، فين وفين لما قالك ده سرطان، فعمل ما اكتشفناه قالوا محتاج عمليه. الاولا هو ولد على 6 بنات، وما يعني ما كانش في حد خالص مع الواحد. انتي كنتي خلفتي وقتها طبعا. كنت انا يا دوبك اول ما تزوجت جبت على طول بسمه وراها ياسمين، وبعد كده بقى يعني ابتدى بقى المرض. فلما رحنا المستشفى كنت برضو وقوفي لوحدي في الفترة ديت، كان تعبني. يوم عمليا العملية واستئصال الرئة، والدكتور لما اديها لي وقال لي لازم تجري على معمل تحليل دلوقتي حالا، وانا لوحدي. وعلى فكرة برضو احنا ما كناش بنخرج، يعني احنا بيت اهلنا ما كناش بنخرج، ما كانش عندنا برضو الخبرة الكافية ان يعني الواحد يتصرف ويجري ويروح ويجي، فكان في صعوبة، صعوبة جدا ان انا اعرف اعمل اي خطوة، بس كانت لازم بتتعمل. لما طلبوا مني اني اجيب 6 متبرعين بالدم حالا عشان العمليه تتعمل 5 الصبح، وانا ما اعرفش حد، برضو عمال اجري في الشوارع عشان اجمع الـ5 6 دول عشان بنك الدم ما يقفلش، عشان لازم العمليه تتعمل، لان ده مرض خبيث وكل تاخير يوم بيبقى صعب. وعملنا وظروف صعبه عدت في الفتره دي برضو الحمد لله، وعملنا العمليه وقام اتنقل بعديها قالوا ده لسه في اوله، والحمد لله بعديها لقينا نقل اتنقل لمرحلة بعد لأماكن بقى تانية، وابتدى في الكيماوي، وابتدى بقى إيه يعني حالة يتدهور. الدهور بقى، حوالي بقى خد له 1.5 2 سنين يعني مش فاكرة. فكانت أيام صعبة طبعا. كان يعني المشكلة كمان الحمد لله طبعا، يعني أنا والدي متوفي زي ما قلت هتكون عندي 3 شهور، والدتي توفت أول ما اتجوزت، إخواتي توفوا واحد ورا واحد ورا مالكيش واحد، حد حبيبي، الوقوف ليكي ربنا، ليكي ربنا يا طبعا ياسمين. حمل من الجميع. الحمد لله، الحمد لله. والله على فكرة احنا بنحكي عشان انتوا بتطلبوا مننا نحكي، لكن الحمد لله ربنا ايوه طبعا، يعني خير سند طبعا طبعا. يعني مفيش. طبعا حضرتك الحمد لله، والله احنا وهتلاقيه سخر لك في انا حياتك، مبسوطة وراضية هيسخر لك حتى لو غرب عنك، هتلاقي حد الحمد ياخد لله. بإيدك مرة، هتلاقي حد يقول لك كلمة تطبطب على قلبك مرة. يعني حتى لو كانت فترة صعبة، بس هو ربنا عداها، عداها حد بكرمه وبحنيته، ربنا أحن من كل الدنيا وكل الناس. فالحمد لله طبعا طبعا، احنا كل مرحلة عديناها هي بكرم ربنا وبفضله. وطبعا وتوفى بعديها، ما لأن هو كان بيسافر، فكان يعني بدون أخذ أجازة، فاترفد من شغله، فأصبح الوضع صعب. فأنا كنت أصلا ما كملتش كلية، بعد ما توفى كملت الكلية، خلصتها. يعني هو توفى 91، أنا خلصت كلية 93، اشتغلت طبعا اي شغلانه، ما بقى يعني ايه، ما كانش في شغلانه مثلا بدخل كبير، لا اي دخل، كنت بشتغل الصبح وبعد الظهر عشان ده مع ده الامور تمشي. والحمد لله خلصوا 2 ثانوية عامة ودخلوا كليات وخلصوا بتقدير والحمد لله، وفضل الله انا اللي جوزتهم برضه. حبيبي. انا ما وقفتش على باب حد، ما خدتش حاجه من حد، ومحدش ساعدني في اي شيء، بس ربنا هو اللي هيساعدني وربنا هو اللي عارفه اعني. يا عصمت، هو سبحان الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني انت ما تحطتيش في الموقف ده الا لان ربنا اعلم باللي جواكي وعارف ان انت تقدري انا تعملي ده. يعني هو اداني طبعا القوه، اكيد هو ربنا اللي طبعا بيدي القوه. وبعدين 29 سنه، وفي وقت برضو الواحد يعني انت فاهمه، انت تفتحي باب والواحد اصلا ما عندوش اي خبره للتعامل او تحمل، بس مشيت. هي كانت فتره صعبه بس الحمد لله عدت. هم دلوقتي اتجوزوا برضو بيواجهوا مشاكل، انت حضرتك عارفه البنات، انتي ظهرهم دلع البنات مهما تتجوز لو قامت دلع. عطست تتصل بيكي ايوه طبعا هما دايما بيجروا على الام، وبعدين هما ما يعرفوش غيري،
ولا في العم ولا خال ولا اخ ولا اي شيء. فدايما يعني دايما بحس انهم بيجروا يشبطوا فيا في اي مشكله. حبيبتي ربنا يخليهم لك وانت قد ده. بس انت سبحان الله عارفه برضو عصمت، يعني انت سبحان الله ربنا زي ما بنقول بيحطنا في موقف عارف ان احنا قدها، يعني انت سبحان الله قدرتي تعملي ده تاني، لانك التاني مره يعني انت فقدتي والدك وانت عندك 3 شهور ما شفتوش مره. ربنا يخلي لكل الناس ابهاتها، اللي فقد الاب، البنت اللي فقدت الاب هي الوحيده اللي تعرف مدى الالم. انا حسيت بيهم بقى، فانت ده عديتي بيه. فبعدين لما زوجك كمان اللي هو المفروض البديل او الشخص اللي بيقوم بنفس الدور بتاع الاب كمان فقدتيه، فعادي كانك ايه يعني هقوم تاني وهكمل، انا يعني عملتها قبل كده. هي السيده سيده، ولما بيبقى جوايا يعني الناس كلها معلش بتتبهى بيوقف يعني ابهاتها جنبيها اخواتها جنبيها، لما انت ما تلاقيش كل ده هي بتبقى صعبه، بس ربنا مش بيسيبك. طب مش بيسيبك، لان طبعا يعني ربنا دايما لما يقول لك دايما لما ما تلاقيش حد خالص جنبك ربنا بيبقى عايز كده عشان هو اللي يبقى جنبك. طبعا وده حقيقه. طب الحمد لله. يا امي حبيبه قلبي يا حاجه نوال، عايزاكي كده يعني تحكي لي، انا برضو مش عايزه ارهقك في الكلام، بس عايزاكي تحكي لي يعني بعد السنين اللي مرت دي، يعني باختصار ايه اكتر لحظات تعبتك في حياتك في الفتره دي وانت بتربي الولاد من غير الاب، لان انا عارفه ان هو فقد من زمان برضو. 33 سنه حبيبتي، 33 سنه وانا عندي 36 سنه. كنت شابه في ريعان الشباب. وهو 38. ورفضت الزواج بعدها؟ رفضت الزواج طبعا. انا عارفه اربيهم تربيه كويس، ما حملهمش المسؤوليه وهم صغيرين، بس انا كنت متحمله المسؤوليه الكبيره عليا بقى. بعدين عندك ولدين وبنت؟ عندي ولدين وبنت. طب اسم الله عليهم، بيشتغلوا ايه دلوقتي؟ عندي محمد مهندس، ونهى دكتوره. نهى دكتور. واحمد صيدلي. حد اتجوز يا امي؟ هم الثلاثه اتجوزوا. هم الثلاثه اتجوزوا، عندهم ولاد يعني؟ عندك احفاد دلوقتي؟ عندي ثلاثه احفاد. مين اقرب حد بقى لقلبك يعني، مين كده الدلوع بقى ماما نوال؟ هي كانت نهى بنتي، كانت دلوعه شويه يعني. في اسمها نهى، حفيدتك اسمها نهى. زي بنوتك. بتجيلك بقى وتقعد بقى تعاكسك بقى وتلعب معاكي وكده؟ زي ما بنقول اعز الولد ولد الولد. طبعا. بتدلعيهم اكتر من ولادك؟ ما ولادي بقى خلاص كبروا خلاص. لا وهم صغيرين. اكتر من ولادي. يعني دايما يقولوا ان الجده بتدلع احفادها اكتر ما دلعت ولادها. صح. صح؟ البنوته بنتك مش بتغير؟ بتغير قوي، كان عيار. بتغير. حبيبه قلبي ربنا يخليهم لك كلهم يا رب.